السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، وأتمنى أن كل يوم من أيامكم يكون خير وبركة ويمن وسعادة وتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، وأتمنى لكم السعادة في الدارين الدنيا والآخرة. آسف للتأخر 3 دقايق علشان كان عندنا عطل في اللي هو الكونكشن بتاع الواي فاي. النهاردة بنتكلم عن موضوع مهم، هو موضوع الأطفال، وده كان لقاء انا سمعته يعني حاد ما بين طفلة صغيرة عندها يمكن 13 او 14 سنة في يوم السبت 16/12/2017، يعني تقريبا قرابة سنة، وكانت بتتناقش وهي منفعلة جدا مع قد يكون امها او خالتها او عمتها، ناس كبار، نساء كبار في السن، وهم بتجادلهم بحرقة قوية. وكان النقاش على الصفحة في ما بين جيلين، يعني مش صعب انهم يلتقوا مع بعضهم. فالجيل الكبير هو الجيل التقليدي اللي بيحاول ان يرغم الفتاة ارغام، وده اللي هو بنسميه احنا ايه، الفجوة الجيلية والفجوة المجتمعية والفجوة الفكرية والفجوة الثقافية بين جيل وجيل. فجيل الأم والخالة والعمة بيحاول يرغموا الفتاة على التعلم والنجاح في الدراسة والتميز، وبيطلب منها وهي ثائرة، الفتاة دي ثائرة 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 وصغيرة في السن، بيقولها بقى تعرف ايه، تعرف دينها وتعرف تاريخها وتعرف ثقافتها وتعرف حضارتها وتعرف قيمها وعقيدتها وأخلاق أبائها وأجدادها بالطرق التقليدية اللي احنا كجيل تقليدي، جيل الخمسينات والستينات والأربعينات، اتعلمها من زمن فات، ايام ما كانت مجتمعاتنا امنه ومستقره. الجيل الحالي هو جيل الفتاه الصغيره دي، هو جيل ثائر، ثائر على كل شيء، هو جيل ثائر حركي صاحب التغيير الاني. وهنا الفجوه ما بين الخاله والعمه والام وبين البنت اللي عندها 13 او 14 سنه اللي كان بتتكلم معاهم. جيل عايد يثور على كل العوائق ويخترق كل الحدود ويزيل كل الحواجز التي تمنعه من التعبير عن نفسه وعن هويته وعن شخصيته وعن قضيته وعن مشاعره بالطريقة التي تكونت بداخله، مش التي تكونت بداخلنا احنا. انا بنقل لكم بتعبير ثورة الفتاة على امها وعمتها وخالتها بالطريقة التي تكونت بداخله كآلية، ها، داخل هذا المعترك السياسي والأمني والعسكري والثقافي المحيط بهذا الجيل الصغير الذي نشأ في مجتمعات غير مستقرة. الفتاة بتصرخ 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 بتصرخ، وأنا تخيلت أنها ابنة من بناتي، بتقول لهم إيه، كيف تريدونني يعني أن أتعلم وهم يقتلون الأطفال؟ ما ذنب الصغير الذي يريد أن يصلي في المسجد فيقتلونه ظلما؟ كيف تريدونني ألا أشعر بآلام الصغير والأم الثكلة والأب المكلوم؟ ده كان النقاش الحاد ما بين جيلين في وجود فجوة مجتمعية ثقافية فكرية قيمية بين جيلين، جيل هادئ تربى في أمن وأمان، وجيل ثائر تربى في عدم استقرار الأمن والأمان. انا بشكر طبعا الشباب اللي انا بشتغل معاهم، اللي هو احمد الحيت واحمد الشيخ وماهر السيد وعبد الرحمن الشيال، اللي عملوا كل الاشياء الجميله اللي احنا بنتفرج عليها دي، او اللي هنتفرج ونسمعها دي بالذات. دي صوره الفتاه اللي انا رسمتها، ها، وبتعبر عن الموقف وعن الرساله اللي كتبها لي احمد الشيخ، وانا هقراها، ده هيكون كلام احمد الشيخ مش كلامي انا، اللي انا قلته قبل كده كان كلامي، اما الكلام اللي انا هقراه دلوقتي اللي هو كلام احمد الشيخ. فانا هركز على الصوره دي، وعايز كل واحد فينا وكل واحده فينا تركز على الصوره دي وتضع نفسها داخل الصوره، وتضع نفسك داخل الصوره. على الشمال، على اليمين هنا، دي المخيمات، صوره المخيمات والخيم، وعلى اليمين صوره البيوت المهدمه، ها، والزباله الى اخره الى اخره. وهذه هي الفتاه التي انا مش عارف اسمها للاسف يعني، ومش عارف اجيب الايه
الحوار ده مره ثانيه عشان اشوفه. لو حد فيكم لقاه عن الفيسبوك يبعته لي عشان استطيع ان اتصل بالفتاه دي ونقول لها جزاك الله خير ان انت رفعتي مستوى وعينا كي نستجيب لرايك والامك ومحنتك التي تعيشين منها. احمد الشيخ قال في المقدمه ايه؟ هذه صوره لاطفال حرموا من مقاعد الدراسه في زمن العلم والتطور، حرموا من عطف الام والاب او منهما معا، حرموا من اللهو واللعب وباتت ألعابهم الصغيرة دبابات وقنابل وأرصاص، حرموا من البسمة ومن الطفولة والبراءة، ما ذنبهم في حرب لم تصنعها أيديهم وحصدوا نتائجها الكارثية التي جعلتهم بلا أوطان وبلا عنوان وبلا ثقافة وبلا مأوى. هي صورة لطفلة فلسطينية تائهة فوق الصخور فوق أنقاض بيتها المهدم تبحث عن ماذا؟ تبحث عن ذكرياتها، عن ذويها، عن ألعابها، عن ألوانها، عن ثيابها وعن أدواتها المدرسية، ليست كمثل بقية أطفال العالم. هي صورة لأم مستقبلية لا تعرف القهر والاستسلام فتسمو فوق الجراح والآلام لتبعث رسالة، لتبعث رسالة، لتبعث رسالة للعالم مرسومة بالحرية والكرامة والكبرياء. هي صورة تجسد ألم النزوح والفراق عن الأوطان، ولا أحد يعلم حقيقته إلا من يحيا تفاصيله. لا أحد منا يعرف حقيقة ألم فراق الوطن إلا من يحيا تفاصيل الفراق. هي صورة للوحة، كل ذا كلام أحمد الشيخ. هي صورة للوحة عنوانها أنا أحلم، أنا أحلم في أن أعيش حياة كريمة كأي طفل من أطفال العالم بلا خوف أو قلق. أنا أحلم أن أحيا طفولتي، أعرف ثقافتي، أعيش في وطني بلا جراح وبلا عذاب وبلا آلام وبلا فراق. أنا أحلم أن أعيش طموح الفتاة وعفوية الأطفال وأمال المستقبل الجميل. أنا أحلم في اليوم الذي ستشرق فيه شمس الحرية والأمن والاستقرار، يوم تنتهي فيه كل أشكال المعاناة القاسية من عذابات القتل والتشريد والعيش بلا أوطان. أنا أحلم ألا يكون هناك طفل في العالم يذرف دمعا إثر معاناة الفراق الأبدي عن الأهل والذكريات والأوطان. هذه صورة الفتاة الثائرة التي سمعت الحوار بينها في جيلها الثائر الصغير منذ عام تقريبا مع أمها ومع خالتها ومع عمتها ومع الكبار اللي تربوا في جيل آخر. فلا بد أن نرجم الفجوة الثقافية القيمية المجتمعية داخل أسرنا التي نعيش فيها. هذه فتاة لا أعرف اسمها لكن أعرف أنها فلسطينية. دي المقدمة احنا اتكلمنا عنها وانا قرأتها. كل ده كانت هي بتقول ايه؟ كيف يكون لي ثقافة وما عندي وطن؟ جميلة الكلمة. الصراع كان ما بين الفتاة التي لا أعرف اسمها، كيف يكون لي ثقافة، كيف تريدون أن يكون لي ثقافة ما عندي وطن. البنت فهمت أن الوطن هو الأصل في إنشاء كل شيء، وده اللي أنا هتكلم عليه في المثلث ده وهتكلم عليه بعد كده هو في تعريفات أخرى. أما في المثلث ده هو ده الوطن. الوطن هو حيز جغرافي، حيز جغرافي، هو حيز لتواجدنا بداخله، هو حيز مناخي نتمتع فيه بفصول المناخ الأربعة وخضرة المجتمع وثماره في الفصول الأربعة. يبقى هو حيز جغرافي، حيز وجودي، حيز اجتماعي، فيه أنا، فيه أمي، فيه أبي، فيه أخي، في خالي، في عمتي، في جاري، في جيراني، في أصدقائي، في طفولتي، ها، في مراهقتي، في شبابي، في رجولتي، في أنوثتي، في أمومتي، في أبويتي، في عفويتي، في خطأي، في إنجازي. وجود اجتماعي، الوطن هو وجود اجتماعي. لا تسمحوا لأحد على الإطلاق أن يهدم أوطانكم على الإطلاق، على الإطلاق، على الإطلاق. هو حيز جغرافي، وجودي، مناخي، اجتماعي، لغوي. اللغة الجميلة اللي أنا بتكلم بيها
سواء كانت لغة عربية أو فارسية أو هندوسية أو أردية أو فرنسية أو ألمانية إلى آخره أو إنجليزية إلى آخره. اللغة دي جزء مني وأنا جزء منها. هو معيشي أعيش فيه ويعيش فيا. أنا أعيش في وطني، وطني يعيش داخل فؤادي، وطني زي ما كان في أغنية جميلة زمان ونحن بنسميها مصر التي في خاطري وفي دمي أحبها من كل روح وفمي، يا ليت كل مؤمن بها يحبها مثلي أنا. شوف الجمال، هي في خاطري وفي فمي وفي دمي، وطني في خاطري وفي فمي وفي دمي، حذاري أن تسمحوا لأحد أن يضيع وطنكم أو يهدم دولتكم. هو قيمي، قيمي في كل القيم الجميلة اللي أنا بتعلمها من أبويا ومن جدي ومن خالتي ومن عمتي ومن جيراني ومن الكبار ومن مدرسي في المدرسة ومن أستاذي في الجامعة إلى آخره، ومن ديني، عقدي أو عقيدي، العقيدة بتاعتي سواء كنت مسيحي أو يهودي أو بوذي أو 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 هندوسي أو مسلم إلى آخره، عقدتي، عقدتي اللي أنا أؤمن بها وأنا أتمتع بها ولا تسري داخل جسدي وأفئدتي. هو تنموي، أنمي فيه شخصيتي وأنمو فيه وأنمو من خلاله، أنمو فيه كغصن أو كشجرة أو كبذرة، ثم أنميه كغابة أحافظ عليها ثمارها موائلها مكوناتها كلها. هذا هو الوطن، هذا هو الوطن، وده جزء من الوطن. هو اقتصادي، أصنع أكون جزء من صناعة اقتصاده. كنت عاملا، كنت مدرسا، كنت طبيبا، كنت حارسا، كنت ضابطا، كنت شرطيا، كنت مهندسا، كنت زراعيا، كنت فلاحا، كنت تاجرا، كنت نجارا، كنت ده الاقتصاد بتاع الوطن. الاقتصاد مش صورة واحدة، الاقتصاد كلنا نصنع اقتصاد الوطن. هو معرفي، تتناقل فيه المعرفة من جيل لجيل، من حارة لحارة، من بيت لبيت، من شخص لشخص، من مدرس لطالب، من مدرس أو أستاذ لطالب جامعي إلى آخره. المعرفة، التناقل المعرفي للمعرفة نفسها تتناقل خلال الأجيال وخلال التواجد في الوطن نفسه الذي يأمن لنا، يأمن لنا كل هذا. هذا الحيز الجغرافي يأمن لنا كل هذا. هو حيز أيضا فكري، فكري تصنع فيه الفكر، الفكر بتاعنا، كيف نفكر، كيف نصنع الفكر، وكيف نطرح الفكر، وكيف ننشر الفكر، وكيف نستفيد من أفكار الآخرين. هو شعوري، أنا بشعر تجاه وطني بالحب، بالحنين، ها، بالطمأنينة، بالركون، بالسكون، ها، بالتواجد داخله. أشعر فيه زي ما بنقولها بالكلمة بالإنجليزي home sweet home. لما أرجع البيت أقول يا الحمد لله أنا رجعت البيت. إن شاء الله يكون البيت ده عشة، إن شاء الله يكون البيت ده غرفة من غير أبواب، من غير شبابيك، لكن أشعر فيها بالأمان والاطمئنان، شعور ومشاعر. هو انتماء، أنا بنتمي لهذا الوطن، أنا بنتمي، صنعني هذا الوطن، هذا الوطن هو الذي صنع فلانا وفلانا وفلانا، وليس فضلا من فلان على الوطن، لأن الفضل الأصل فإن هذا الوطن سمح لبذرة نمو هذا الفلان لكي يصبح هذا الكائن ويصبح هذا الرجل والقائد، ها، أو هذه المرأة العظيمة، يا، من أرض الوطن. فالأصل في الانتماء للوطن، كلنا لابد أن ننتمي شعورنا الوطن هكذا. ثقافي كذلك، لما أنا اتكلمت ثقافي، الثقافة هتعلمها منين؟ هتعلمها من كل المكونات اللي في الوطن، سواء كانت من مناخ، سواء كانت من الأشعار، سواء كانت من الأجيال القديمة، سواء كانت من الإعلام، سواء كانت من الزراعة، كل هذه الأشياء، المحصولات الزراعية، سواء كانت من الحيوانات اللي احنا بنربيها، سواء كانت من الأفلام الدرامية والمسلسلات، سواء كانت من كل شيء احنا بنعرفه، الأدبيات والسياسات اللي مرت عليه والتاريخ بتاعه. هو نهضوي، لا أستطيع أن أنشئ نهضة بدون وطن، لا أستطيع أن أنشئ نهضة على الإطلاق بدون وطن أبدا، انسى. لذلك كل نبي أو رسول أتى لهداية البشر عاش فوق ظهر وطن أو مجتمع، فحول المجتمع بحيثياته الظالمة إلى حيثيات أخرى تطالب بالحقوق
وترسخ الحقوق والعدل والإخاء والمساواة والحرية للجميع، ويصنع حضارة. ما فيش حضارة من غير وطن. الإغريق، الرومان، العثمانيين، المسلمين سواء كانت العباسيين أو الأمويين أو الأيوبيين أو الدولة السلجوقية إلى آخره إلى آخره، أو الحضارة المصرية القديمة أو الفارس الفرس أو الرومان أو البيزنطيين، كل هؤلاء صنعوا حضارات، صنعوا حضارات من فوق أرض وطن أعطاهم القاعدة الأساسية التي يرتكزوا عليها من خلال كل هذه المكونات لكي يصنعوا حضارة. الحضارة وطن، هي تغييري. كل مكون في داخل الوطن بيتغير، وأنا جزء من عوامل التغيير الإيجابي لبناء الوطن واستمرار مسيرة بناء وتنمية وتطوير الوطن. هو أيضا ماذا بعد؟ بعد التغيير لابد أن نصل بطموحنا إلى أبعاد أخرى. لا نتوقف حينما نعمل حضارة، لا نتوقف حينما نصنع نهضة، لابد أن ندخل صناعة نهضات داخل النهضة، صناعة حضارات داخل النهضة، داخل الحضارة، وهكذا. ده هو الوطن اللي احنا بنتكلم عنه، واللي كانت بتتكلم عنه الفتاة الصغيرة المراهقة الفلسطينية، بتقول كيف يكون لي حضارة وما عندي وطن. نرجع نعرف الوطن في بعض تعريفات أخرى أيضا كذلك. أنا بتكلم كل هذه الكلمة اليوم هي مجرد تعبير عن تقديري لهذه الفتاة الصغيرة التي وقفت تصرخ وتقول إن لم يكن لي وطن فكيف تطلب، فكيف يكون لي ثقافة إن لم يكن عندي وطن. الكلمة بتاعتها بالضبط، كيف يكون عندي ثقافة وما لي وطن، باللهجة الفلسطينية. ايه هو الوطن بالنسبة لنا بقى في التعريفات؟ هو الحيز المجمع لكل المكونات المجتمعية الموجودة داخله. فان تواجد الحيز، ان تواجد الحيز زي ما احنا شايفين واستقر، استطاع القانتين القابعين المقيمين فيه ان ينتقلوا بمشاعرهم واحاسسهم وافكارهم وعلومهم وخبراتهم وتشاركاتهم الى بناء الابداعات المجتمعية. الابداعات المجتمعية دي هتحقق لنا ايه؟ هتحقق لنا التالي. اول حاجة، اول بناء مجتمعي مبدع ويبدع هو بناء الاسرة المحافظة على مسير بناء الوطن. يبقى الاول هو بناء الاسرة المحافظة على مسير بناء الوطن. التاني هو الاستقرار والرسوخ والتجرد داخل ثنايا اعماق المجتمع. الاستقرار والرسوخ والتجرد داخل ثنايا اعماق المجتمع. التالت هو التدافع. يبقى الاول البناء، تاني الاستقرار، التالت التدافع بين أبناء الوطن من أجل النماء المجتمعي والرخاء الاقتصادي لبناء مؤسسات الدولة التي تحافظ على بقاء كيانة الوطن، لبناء مؤسسات الدولة القادرة على ماذا؟ على تحقيق العدالة وإحقاق الحقوق والمساواة الموسعة. لماذا؟ لمساحات الحريات المدنية المحافظ عليها وجود مؤسسات مجتمع مدني قوية ومستقلة. يبقى النقطة الثالثة اللي هي هو حيز، وهو بناء، وهو استقرار، وهو تدافع، وهو تلاحم. تلاحم بين مين؟ تلاحم جماهيري قائم على حب بين كل فرد، مسلم، مسيحي، هندوسي، بوذي، سلفي، سني، وهكذا يعني. ها؟ الحب، التلاحم الجماهيري القائم على الحب، حب كل مواطن داخل الوطن ينتمي إلى هذا الوطن. أنا مصري، أنا سعودي، أنا بريطاني، أنا أمريكي، أنا يمني، أنا عراقي، أنا كويتي، أنا بحريني، أنا مغربي، أنا فأنا أحب كل مواطن داخل وطني. الحب، حب كل مكون مجتمعي بشري وغير بشري آخر. أحب الحيوانات والطيور والأشجار فأكتب عنها الشعر والنثر والمواضيع والأدب والفنون. ها ها، المكونات لدعائم بناء هذا الوطن، لبناء دعائم هذا الوطن. حب التضحية من أجل إيه؟ من أجل بقاء الوطن وليس بناء الوطن فقط. البناء شيء والبقاء شيء تاني. حب عبير الوطن نفسه، إن أنا أشم وأنا راجع بالطيارة أو داخل بالعربية من على الحدود أو جايب المركب، أشم العبير، الله دي ريحة وطني، دي ريحة القرى بتاعتي، دي ريحة. فالعبير ده والشوق لا يعرفه إلا من تواجد عنده حب الوطن أصلا. النقطة اللي بعد كده، التضحية والجهاد والاجتهاد. أضحي من أجل مين؟ من أجل الوطن، وأدافع عنه، وإن كان دفاعي عنه يكلفني حياتي ومقدراتي من مال وسمعة إلى آخره.
حب الاب يعني. فهذا ايه بالنسبه للايه للحب. بعد ما انتقلنا لمرحله الحب الابداع والتقدم العلمي والتفكير والقيم الحضاري، يبقى لابد ان ابدع داخل حيز الوطن، اضحي واجاهد واجتهد من اجل الزود عنه، وابدع داخل التقدم العلمي والتفكير والقيم الحضاري. النقطه اللي بعد كده هو نقل انجازاتنا وخبراتنا للجميع داخل الوطن، ما حدش يحتكر العلم. العلم لابد ان يصبح كالماء والهواء، ها، داخل حيز الوطن، داخل كينونة الوطن، داخل حيز المجتمع. لابد أن تتناقل المعلمة المعلومة والمعرفة من جيل إلى جيل ومن شخص إلى شخص إلى آخره. إفراز وإبراز قيادات المجتمعية المتتابعة والمتجانسة، لماذا؟ لضمان استمرارية استكمال بناءات الحضارية للوطن. لابد 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 أن يكون عندنا تتابع في تواجد القيادات القادرة على بناء الوطن والاستمرارية فيه من داخل الشباب، من داخل هذه الفتاة الشابة، الفتاة المراهقة التي كانت تصرخ وتقول كيف تكون عندي ثقافة، كيف يكون لي ثقافة وما عندي وطن. تفجير طاقات الشباب الكمنة داخل نفس الشباب فقط، داخل أفئدة كل مواطن في الوطن نفسه. استتباب الأمن والطمأنينة للحفاظ على كل فكر ومفكر وكل إيمان ومؤمن وكل إبداع ومبدع، وحتى إن اختلفوا في الفكر والإبداع والعقيدة. لابد إننا كل دول يصبحوا أمنين داخل حيز الوطن اللي احنا بنتكلم عليه. الانسيابية التلقائية في ماذا؟ في نمو كرة الثلج الممكنة لماذا؟ لترسيخ الولاء للوطن المحافظ على كينونة الوطن ومقدراته وعطاءاته وأبنائه. لا تجد بعض الزعماء يبيعون الأوطان، ها، ويسرقون المقدرات. هؤلاء لا ينتموا لهذا الوطن أو لهذه الأوطان. النقطة اللي بعدها، العطاء والبذل بلا حدود من كل مكون مجتمعي داخل هذا الوطن، حتى وإن كان هذا المكون المجتمعي غير بشري، ها، لأن الله سبحانه وتعالى يسخرهم لنا، يسخرهم لنا من طيور ومن حيوانات ومن أسماك ومن أشجار ومن نباتات إلى آخره، لكي يكونوا، ها، تتفجر طاقتهم التي تحافظ على كينونة بناء هذا الوطن. الإنسانية من أجل إحياء حياة الحياة داخل أفئدة الخلائق الحية. الإنسانية، ودي النقطة المهمة جدا، لكي نحيي حياة الحياة داخل أفئدة الخلائق الحية والخلائق الجمادية كذلك المأمورة بمؤازرة المؤمنين بهذه المسيرة الخالدة. طيب ارجع بس اعدي على النقاط اللي هي ايه. الوطن هو حيز، واهم الابداعات فيه بناء الاسري، الاستقرار والرسوخ والتجرد، التدافع من اجل النماء المجتمعي، التلاحم الجماهيري، القائم على الحب. وهنا نفصل كلمة الحب ايه، حب كل مواطن، حب كل مكون مجتمعي داخل الوطن، حب التضحية من اجل بقاء الوطن، حب عبير الوطن والشوق اليه، ها، دي كلها الحب. وبعد الحب، ها، التضحية والجهاد من أجل بناء الوطن، الإبداع والتقدم العلمي، تفكير قيمي، نقل الإنجازات والخبرات للجميع، بناء الذاكرة المؤسسية للمسيرة الوطنية وتوارثها عبر الأجيال، إفراز قيادات متابعة، تفجير الطاقات الكامنة داخل أفئدة مواطني المتباينة، استتباب الأمن والطمأنينة، الحفاظ على كل فكر ومفكر وإيمان ومؤمن وإبداع ومبدع حتى وإن اختلفوا في الفكر والإبداع والعقيدة. الإنسيابية التلقائية لترسيخ، ها، الولاء المحافظ على كينونة الوطن. العطاء والبذل بلا حدود من كل مكون مجتمعي. الإنسانية من أجل إحياء حياة الحياة داخل أفئدة الخلائق الحية في الوطن. كل هذا هو الوطن. الذي يحدث كثيرا الآن، نرى أن أوطان مزقت وشعوب شردت ومجتمعات تبعثرت وثقافات محيت وقيم انتهى عصرها. أيها الشاب وأيتها الشابة، أمسكوا على أوطانكم أو عدوا عليها بالنواجذ، ولا تسمحوا لأحد أبدا أن يزلزل قواعد الدول التي نعيش فيها، وإن اختلفنا مع بعض الحكومات وبعض القادة، لأن يعني فرض عقد دولة الوطن
معناه انتهاء الشعب ده وتشرده وتهجيره و من أرض الوطن وضياع قيمه وثقافته وحضارته وتاريخه، كل هذه الأشياء اللي احنا بنراها دلوقتي تحدث رأي العين، وكل منا يتشدق بأن هذا وهذا وهذه وتلك إلى آخره، ولا ننظر لأن الحيز الموئل الأساسي لنا هو ذلك الحيز الجغرافي الذي لابد أن نحافظ عليه ونعد عليه، هو الحيز المجمع لكل المكونات المجتمعية الموجودة فيه، والذي تستطيع من خلال هذا الحيز أن كان سنسميه بوتقة أن نصنع تاريخ ونبني حضارة ونبني قيم ونبني نهضة إلى آخره إلى آخره. إيه هو الحل بالنسبة لنرجع بقى لقضية الفتاة الطفلة دي أو الأطفال عامة؟ في بعض الحلول اللي اقترحها الأستاذ أحمد الشيخ، بناء مؤسسات وطنية ترعى الطفولة تكون مستقلة، يكون عندها القدرة باستقلالية عن حكومتها أن تضع برامج إبداعية لإطلاق طاقات الأطفال من سن 5 إلى سن 20. لماذا؟ لأن هو ده سن التكوين العمري لبناء الشخصية الوطنية القادرة على بناء الوطن وقيادة زمام أموره فيما بعد. فلابد بناء مؤسسات وطنية، مش فقط مؤسسات حكومية، مؤسسات مجتمع ومدني وطنية ترعى الطفولة وفقا لاحتياجاتها النفسية والثقافية والعلمية. نمرة 2، إذا كان عندها الإمكانية في إنشاء مواقع إلكترونية تعني بثقافة الطفل ومتابعة النشاطات الإبداعية والمبدعين من الأطفال. لابد أن نكتشف موهبة الطفل في سن 5 أو 6 أو 7 أو 8. أنا كنت أتحدث في مرة من المرات عن متى بدأ سيدنا عبد الله بن مسعود يتعلم الدين وهو في سن 3 من عمره، وهو بدأ يتردد في بيوت الصحابة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا، إلى أن أصبح فقيها يفتي في الناس ويسمع له وهو في سن 14 أو 15. بدأت مسيرة بناء شخصية عبد الله بن مسعود وغيره من العظماء في سن 3، وده كان سن الكتاب اللي كانوا زمان أجدادنا بيرسلوا أبنائهم للكتاب يتعلم شيئين، سواء كان البنات أو الشباب أو الخلاوي أو الزوايا في غرب أفريقيا من ليبيا إلى المغرب، والخلاوي في السودان في أفريقيا أيضا، والكتاتيب كانت في مصر. كان الطفل بيتعلم حاجتين، لغة عربية وقرآن. ولتعلموا أيها الشباب أن اللغة العربية هي أغنى لغة في العالم ثراء باللغويات والكلمات، فعدد كلمات اللغة العربية المبنية على derivatives اللي هي 12,210,200,000، عدد كلمات أو مفردات اللغة الإنجليزية 600,000 اللي هي أصولها مش إنجليزية، لاتينية وفرنسية إلى آخره، وعدد مفردات كلمات اللغة الفرنسية والروسية ما بين 120,000 إلى 160,000. فمفردات اللغة العربية، لذلك كان الطفل الذي يخرج من الكتاب عنده حصيلة علمية ثقافية قوية راسخة ورزينة، يستطيع من خلالها أن يبني هذا التكوين الثقافي المجتمعي داخل الوطن من خلال اللغة التي يتعلمها. إنشاء مراكز ثقافية أيضا للأطفال، يكون الطفل هو فيها المحرك الأول، يعني ما يكونش الطفل حبيس داخل المركز، يكون ينطلق في الصحراء، ينطلق في الحقول، ينطلق في الحدائق إلى آخره، ينطلق في الملاعب الرياضية إلى آخره. الاهتمام بفن الأطفال وإبداعاتهم، كل هذه الأشياء لابد الطفل يعبر عنها. مرة احنا عملنا مسابقة، كنت أنا سافرت الشيشان في 1996، في يونيو 95 بعد الحرب ما بدأت في ديسمبر 94، وخرجنا في كبردين بلقاريا في نالشك، عملنا مسابقة للأطفال في الرسم، فرسموا رسومات إبداعية من سن 6 سنين لسن 15 سنة.
في البوسنة عملنا نفس الموضوع في 1993، والأطفال عبروا عن الحرب في البوسنة بالقتل والدمار والدبابات والحريق إلى آخره إلى آخره، حتى أننا كان في حملة تعملها جريدة الاندبندنت للبوسنة وأعطوا يمكن ثلث أو 40% من مال الحملة دي للإغاثة الإسلامية في ذلك الوقت، 300,000 جنيه تقريبا. وكان معنا ممثلة اسمها إيما تومسون معروفة في العالم كله، وكان معنا رئيس تحرير جريدة الاندبندنت. فأنا حبيت أن أنا أكون الهدية لرئيس التحرير ولإيما تومسون صورتين رسمهم الأطفال. فوقفت إيما تومسون ووقف رئيس التحرير مدهوشين مندهشين لا مكممين، لا يستطيعون التعبير عن فكر ورقي مشاعر الطفل البوسنوي في هذا الوقت، الذي ممكن أن يصبح فنانا، ممكن يصبح رساما، ممكن يصبح نحاتا، ممكن يصبح عالما، ممكن يصبح طبيبا، ممكن يصبح أديبا، ممكن كل هذه الأشياء لابد أن نكتشفه من خلال المراكز الثقافية. مهرجانات مستمرة للأطفال أيضا، الأطفال هم اللي دعوا الطفل ينطلق لتعرفهم على ثقافتهم، وكمان كان عرفهم فيه على الثقافة بطريقة هم يفهموها والتاريخ. يعني كنت أنا مثلا في من 20 سنة تقريبا عملوا فيلم مش عارف اسمه محمد الفاتح أو صلاح الدين أو حاجة كده، وأهدل الأطفال، هو فيلم للكبار مش للأطفال أبدا. يعني لما بصيت الأفلام إزاي هنا في الغرب بيعملوا أفلام، في أفلام لغاية الطفل عنده 3 سنين، في أفلام من 3 لـ5، في أفلام من 5 لـ7 أو 8 سنين، في أفلام من 7 لـ12، في أفلام من 12 إلى آخره. فأنت عملت لي فيلم جميل جدا جدا جدا، بس ما ينفعش للطفل، لطفل ما دون 15 مش هذا مش سنة يستوعبه. إقامة معارض للكتب خاص بتشكيل ثقافة فت، وكذلك معارض لرسومات الأطفال مرة أخرى، متابعة الانتهاكات، كافة الانتهاكات بحق الأطفال في المجالات الإنسانية والثقافية، ومتابعة شؤون الأطفال الثقافية وتبادل البرامج الثقافية على الصعيد الوطني والعربي والدولي. دي الحاجات، بعض الحلول المقترحة. ده مش معنى كده ان الحلول دي فقط اللي حطها احمد الشيخ خير الوحيدة اللي احنا عايزينها، ابدا، هي في حلول اخرى ممكن تضاف الى هذا الحل كذلك. يبقى نرجع مرة اخرى للصرخة اللي اطلقتها الفتاة الفلسطينية المراهقة وقالت ايه، كيف يكون لي ثقافة وما عندي وطن؟ الوطن هو العالمين، ده مجموعة الخيام، واللي على الشمال مجموعة الصخور التي أصبحت جزء من الماضي. دي كانت المقدمة اللي اتكلمنا فيها عن مقدمة أحمد الشيخ عن الحلم اللي احنا عايزين نعمله، ده تكوين الوطن، وكذلك تكوين الوطن نتكلم عنه. وكلمة أخيرة أقولها لينا احنا كشباب مرة واثنين وثلاثة، لا تفرطوا في أي شبر من أرض الوطن، في أي مكون من مكونات الوطن، في أي جزء من تاريخ أو ثقافة أو حضارة أو إرث الوطن. تعالنا لكي نحافظ عليه وننميه ونعيش في كنفه. نحن لسنا الوطن، ولكننا جزء من مسيرة صناعة إحياء حياة الحياة داخل أفئدة كل مكون داخل الوطن. جزاكم الله خير وشكرا على الاستماع، وألتقي بكم ساعة 2 إن شاء الله بالإنجليزي. I'll meet you at 2 o'clock in this same session again in English إن شاء الله. السلام عليكم.